ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لا اول مره تشوفني، انا كريم عفت، بقدم محتوى لايف ستايل وفلوجرز، بقدم حاجات كتيره. ادخل خد لك لفه كده، ما تنساش تعمل سبسكرايب على اليوتيوب، وتدخل تعمل لايك على البيج بتاعت الفيسبوك وتدعمنا بلايك. ويلا نبدا الفيديو. فتره الثانويه خلصت ونجحنا الحمد لله، ودخلنا كليه ايا كانت، داخلين حياه جديده وتجربه جديده، فلازم جدا نكون عندنا اكسبيرينس او خلفيه قبل ما ندخل الحياه دي. ويلا بينا ندخل في الفيديو. في فرق كبير جدا ما بين الجامعه والمدرسه، حط ده في اعتبارك واحنا ماشيين في الفيديو كله. اول يوم الجامعه هتحس انك تايه ومش فاهم اي حاجه. اوعى اوعى تسال حد من سنه ثالثه او رابعه عن كليه او تساله عن اي حاجه، اوعى. تاني حاجه، اول يوم الجامعه هتلاقي هري كتير وناس بتوقفك كتير جدا وانت ماشي، وبتكلمك عن منظمات الاسره او منظمات تشترك فيها او اي حاجه. اسمع منهم وسيبهم وامشي مؤقتا. بس النقطة اللي بعد كده، في الجامعة مفيش مستوى واحد، هتلاقي ناس من مستويات كتيرة، هتلاقي ناس من مجتمعات كتيرة وطبقات كتيرة، فده الاختلاف بتاع المدرسة. المدرسة كنت انت واصحابك كلكم مجتمع واحد او طبقة واحدة، ساكنين في حتة معينة، لكن الجامعة مفتوحة، في ناس كتيرة، في ناس من كل حتة، في ناس مغتربين، فهتحس ان الموضوع متلخبط معاك وبتنفتح لناس جديدة جدا ما كنتش متخيل انت اصلا ممكن تكلمهم او يبقوا اصدقائك او حتى تتعامل معاهم. وده ينقلنا لنقطة انك لازم تسيب اول انطباع ليك، ده مهم جدا جدا. اول يوم او اول ما تقابل اي حد جديد تبقى واثق من نفسك، تبقى شيك، تبقى هادي في الكلام، تبقى بتبص في عين اللي انت بتكلمه، تبقى مركز معاه، كل ده بيديك برستيج كده وهيبه وانت بتتكلم، وده مهم جدا جدا في الجامعه. ستايلك مهم جدا وانت رايح الجامعه، ما تزودش من السلاسل، ما تزودش من اكسسوارز، ما تزودش في الالوان اللي انت لابسها، تلبس حاجه سيمبل جدا. وبالنسبه للبنات ما تزوديش من ميك اب كتير قوي عشان بيبقى اوفر. احنا مش رايحين فرح ولا نايت كلاب، احنا رايحين جامعه عادي جدا، مكان عادي جدا وهنرجع تاني، فما تزودوش في الحاجات دي كلها. الحاجات مطلوبه، ممكن اكسسوارز عاديه جدا، ممكن لبس يكون سيمبل جدا، شيء شيك لايق مع بعضه، كل حاجه تمام، بس الافوره وحشه جدا. لو انت قاعده في المدرج او البنج ولقيتي ولد جه قاعد جنبك، عادي جدا، احنا مش في المدرسه، مفيش ولاد لوحدهم وبنات لوحدهم، كله بيبقى مع بعضه. ممكن تقعدي انت واصحابك لوحدكم كده في حته وتبقى كلكم جروب مع بعض، لكن لو لقيتي ولد جه قاعد جنبك او لو لقيت بنت جت قعدت جنبك، معنى كده لابس معجبه بيك، هي بتقعد عادي جدا. مش احنا بس بنتلخبط في الموضوع ده اول سنه. وانت يا معلم لو بنت جت سالتك على الجدول او على اي حاجه، هي مش كده مش بتبوط فيك وعايزه ترتبط بيك، هي عادي جدا هتسالك وهتنساك اول ما تسيبك اصلا. واهم حاجه، ما تتعشمش في الناس اللي انت هتصاحبهم هناك. انت اول اسبوع هتصاحب ناس كتيره جدا، وممكن كل اسبوع تصاحب شله شكل وتمشي مع شله شكل، بس الشله دي عمرها ما هتكمل معاك الاربع سنين، خد الكلمه دي ثقه مني جدا، عمرها ما هتكمل معاك الاربع سنين. واهم من كل ده، اوعى تدخل تقول للدكتور يا مستر. اوعى 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 تقول للدكتور يا مستر. اللي احنا قلناه ده كوم، ونقطة الدكتور دي كوم تاني خالص. وبكده نكون خلصنا الفيديو دي. شوية نصايح لو مشيت عليها هتعدي المرحلة، ولحد ما تعرف بقى الجامعة ماشية ازاي وكليتك ايه والجدول بتاعك ايه، هتظبط انت نفسك، بس الحاجات دي مهمة جدا انك تمشي عليها في الاول خالص. وشكرا جدا انك تابعت الفيديو، واسف على التأخير ده كله. ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك واعمل شير واعمل منشن لاصحابك، وبس كده وكالعادة دوس يا كوتش. سلام عليكم.